بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًا للعهد في إمارة أبو ظبي وأعرب جلالته عن أخلص تهانيه وتمنياته لأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات بمنفور الصحة والسعادة والعافية. لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والنماء المباركة لتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإمارات الشقيق من رفعة وتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة كما هنأ جلالته سمو ولي عهد أبو ظبي بتعيينه متمنيا له كل التوفيق لخدمة وطنه الشقيق والإسهام في تقدمه والزهارة كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها جلالته أطيب تهنيه بمناسبة تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبا لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبو ظبي وأتمنى جلالته لسموهم دوام التوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات وشعبها الشقيق